إذن هكذا يبدو الهاتف أكسنت. هاتف أكسنت، مليون أربعة، ما هي إعداداته؟ هذه هي لدينا الشاحن، لدينا كابل الشاحن واليو اس بي في نفس الوقت، لدينا السماعات، السماعات السوداء، هذه السماعات التي تأتي مع هذا الهاتف. ثم لدينا الهاتف أكسنت كاميليون اس 4، أكسنت اس 4، ده هو الهاتف. هكذا يبدو الهاتف. ثم هنا لدينا ما تبقى كتيبيات خاصة بالهاتف، ثم لدينا هاتف أكسنت كما ترون معنا هنا. هذا هو هاتف أكسنت، يحتوي على زر هنا للتشغيل وزر الصوت زيادة الصوت والصوت من هنا. نضغط هنا للتشغيل الهاتف. كذلك نشغل هاتف أكسنت. ده كما ترون معنا هنا، هنا افتح معك بهذا الشكل كما ترى معي هنا، افتح معنا بهذا الشكل هنا. هذه كلها اعدادات موجودة بالهاتف.
فري فاير ايضا يمكنك ان تلعبها بالهاتف. لدينا واتساب، الماسنجر، ونتفقد الكونتاكت. هو بهذا الشكل. نعود نتفقد الإعدادات. الإعدادات عادية جدا. إعدادات الهاتف، ثم نعود. نختار مثلا الميسنجر، التقطيع عن طرف، وجائن نغيره. ثم لدينا نتفقد عنصر، أيضا نتفقد لعبة فري فاير. بين أيضا هنا اتصل بالواي فاي. ثم نجرب الآن فري فاير. هذا هي فري فاير كما ترون أصدقائي. تنشغل فري فاير هنا هاتف اكسنديس 4 كما ترون. فري فاير you.